اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامجكم الماتش. النهارده الماتش مدته ساعتين، الشوط الاولاني اخبار واحداث ومتابعه لكل اللي بيحصل النهارده، الشوط الثاني مع النجم خالد بيبو نتكلم عن ماتش النهارده. الحقيقه قبل ما ابدا واقول لكم اهم المانشيتات اللي خاصه بالشوط الاولاني، النهارده في ترند كده على السوشيال ميديا وعلى تويتر خاص بالنادي الاهلي. النادي الاهلي احداثه كتير وموضوعاته كتير، مش كده؟ النهارده هتلاقوا معظم الفقرات خاصه بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي النهارده كسب وصعد لدور 16 وعنده جمعيه عموميه بكره. فالترند الحقيقه اللي انا شفته خاص ب هاشتاج اسمه الاهلي فوق الجميع. هوضح لكم نقطه مهمه قوي، لان حصل ردود افعال على الكلمه دي، والكلمه دي يعني المانشيت ده قديم قوي على النادي الاهلي. الهدف هو توضيح الاهلي فوق مين؟ فوق جميع من ينتمي للنادي الاهلي، سواء بقى اعضاء، عاملين، نجوم، رموز، جماهير. انما النادي الاهلي ابدا ابدا مش معنى انه بيقول انه فوق الجميع يعني فوق الجميع في مصر، لا، الكلام ده مش مظبوط. لازم اوضحه. النادي الاهلي بيحترم الجميع، بيحترم القانون، بيحترم جميع المؤسسات. كان لازم اوضح لكم ان كلمه الاهلي فوق الجميع دي كلمه بتتقال، لان ده مصطلح جوه النادي الاهلي معروف انه فوق من ينتمي للنادي الاهلي، وبالتالي انكار الذات جوه من ينتمي للنادي الاهلي هو ده الاساس، ان النادي اولا ثم بعد كده يجي اي حاجه تاني خاصه بال النجوم او العاملين او مجلس الاداره او كل من ينتمي. وعشان كده كان لازم اوضح لكم الهاشتاج ده نزل ليه والناس تفاعلت معاه. لكن انا لاحظت ان في ردود افعال مش فاهمه كلمه فوق الجميع. ده بالنسبه للحته اللي كان لازم ابدا فيها. الحته الثانيه ودي مهمه قوي، وزي ما انا قلت الاسبوع اللي فات في حلقه جوزيه، ان مش هنقع في فخ الصراعات الشخصيه ابدا، ولا هنساعد على ده، ولا هنقف مع حد ضد حد. وده مبدا خدناه في البرنامج، واداره القناه مدعمانا في الموضوع ده، ان احنا بنتكلم في قضايا رياضيه.